خلونا ننتقل على الموضوع الثاني او الثالث. خلينا نقول اوبستيم فورم بلورال هو الاسم الجمع النكره. لاحظ معي كلمه قطه تحولت ل القطه، تعلمنا كيف نعمل التعريف، وهلا بدنا نفوت على كلمه قطط الجمع. هلا اللي مطلوب انه بالورقه والقلم اللي موجوده عندكم انكم انتم تعملوا ملخص وتكتب القاعده، وتحت تكتب الامثله حتى تكون مرجع لك، لان في كتير شغلات هلا جايتنا على الطريق. فيفضل انك تعمل مثل بشكل واضح وصريح كل القواعد بالتدريج تحت بعض بخط مرتب وواضح، حتى يكون يعني استرجاعنا لهم سهل بالنسبة للذاكرة، بالنسبة للحفظ، بالنسبة للمراجعة، ونكون بنحب هذا الشيء اللي عم نعمله. خلونا نبلش. بالنسبة للجمع يجب أن نراعي الاسم إلى أي فئة ينتمي، إذا كان من فئة الإن أو من فئة الإت. إذا نحن لما بدنا نجمع كلمة هي من فئة الإن في إلى قاعدة، بدنا نجمع كلمة من فئة الإت في إلى قاعدة تانية. خلينا نشوف مع بعض قاعدة الإن. إما بنضيف OR بنهاية الكلمة، أو إن نضيف AR بنهاية الكلمة، أو نضيف ER بنهاية الكلمة، أو بنضيف R لحالة. هي بالنسبة لقواعد الإن. أما لفئة الإت، إما بنضيف N بنهاية الكلمة أو ما بنضيف شيء. كيف يعني ما بنضيف شيء؟ هي نفس الكلمة بالمفرد وهي نفس الكلمة بالجمع. هلأ بنشوف أمثلة حتى يكون الموضوع أكثر وضوح. هلأ خلونا نبلش بفئة الإن. إذن الأسماء اللي بتنتمي لفئة الإن إلى قواعد معينة. القاعدة الأولى بتقول أي اسم ينتهي بحرف A فإننا نضيف OR بعد حذف حرف الأ. تمام؟ أي اسم من فئة N بنشوفه منتهي بحرف A بنضيف عليه OR بعد ما نحذف الأ. خلونا نشوف مثال. إذا في قدامنا مجموعة من الأمثلة. N سكولا معناتها مدرسة. لاحظ إنه سكولا منتهي بحرف A. القاعدة بتقول بنحذف الأ بنحط بداله OR. شوف إن سكولا سكولور. لاحظ معي إن كفينا كفينور، إن كرونا كرونور، إن فليكا فليكور، إن بلوما بلومور. تمام؟ كلياتهم هاي القاعدة سهلة وسلسة وواضحة. بنفوت على القاعدة الثانية. أي اسم لا ينتهي بحرف A فإننا نضيف عليه A R من دون حذف أي شيء إلا إذا انتهى بحرف E فنحذف الـ E، أو إذا انتهى بـ ING فنضيف A R. كيف يعني؟ لاحظ معي كلمة إن هوند. إن هوند ما انها منتهي بحرف الـ A، وبالتالي الجمع تبعها بيكون بإضافة A R. إن هوند هوندر، كلب كلاب، إن بيل سيارة، بيلر سيارات، إن ستول كرسي، ستولر كراسي. هلأ لاحظ معي كلمة إن بويكي. إن بويكي معناتها ولد. لاحظ أنه منتهي بحرف إي، والقاعدة بتقول أنه إذا كان منتهي بحرف إي بنحذف الإي. تمام، إن بويكي بنحذف الإي بتصير بويكا، بنضيف عليها أور. ولد أولاد، إن بويكي بويكا. هلأ إن كودي مخدة، كودي مخدة، كودي مخدة، قريبة من بعض الكلمات. كودر مخدات. تمام، إذا القاعدة واضحة. مثلا كلمة كيلة، كيلة ولد كمان أو صبي، كيلر صبيان. تمام، كلمة تيدنينج جريدة. لاحظ أنه إلا وكمان إذا انتهى بـ ING. هلأ إذا انتهى بهي اللاحقة فنحن بنضيف A R على الكلمة. Intending Tendinger كمان هي القاعدة الثانية سهلة وبسيطة. طبعا كمان إلها حالات خاصة وإلى شواز. القاعدة الثالثة بتقول أغلب الأسماء المدخلة على اللغة السويدية أو من أصل أجنبي فإنها تجمع بإضافة ER. كيف يعني أغلب الأسماء اللي مدخلة على اللغة السويدية؟ يعني هي من أصل أجنبي، على الأغلب تكون إنجليزي.
هلا مثلا كلمة ام بوليس معناتها شرطي، بوليسر شرطة، ضفنا اي ار على نهاية الكلمة بدون ما نحذف شيء. لاحظوا انه كلمة بوليس موجودة بكل العالم بكل اللغات تقريبا، فلذلك الجمع تبعها باللغة السويدية بيكون بإضافة اي ار. ام بوليس بوليسر، ان جروب مجموعة او جماعة، جروبر مجموعات او جماعات، ان بانك بانكر، ان بارك باركر، ان كوستيم كوستيمر، ان لينيا لينير، ان ستاخون ستاخونر. لاحظ معي كلمة لينيا منتهية بحرف اي، بس هذا اذا نطبق القاعدة اللي قبلها بتقول انه اذا كانت الكلمة منتهية بحرف اي بنحذف الاي وبنحط بدالها او ار. بس هون كلمة لينيا هي عبارة عن كلمة مدخل على اللغة السويدية، فلذلك الجمع تبعها بيكون عن طريق اضافة حرف الار فقط لا غير. اذا كمان هي القاعدة سهلة وبسيطة. المطلوب منا انه نحن نكتب كل الامثلة ونتمرن عليهم حتى يكون في سهولة وليونة باستخراج الكلمات من دماغنا. انا بنصح كل واحد عم بيتعلم اللغة السويدية جديد انه يتمرن عليهم مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، حتى لما ببلش يحكي يعرف يجيب الكلمة بسرعة وما يبلش يتأتأ وبعدين يصير يكره اللغة. لازم تتمرن مع حالك مرة ومرتين ثلاثة بالكتابة وبالحكي، مو بس بالكتابة، لازم تحكي حتى إذا كان عم تحكي مع نفسك بصوت عالي حتى أذنك تسمعك، وبيصير عندك ممارسة ويصير عندك ليونة وسهولة ومرونة باستخراج الكلمات والحكي. طيب انتهينا من قواعد فئة الان، هلأ بدنا نفوت على قواعد فئة الات. القاعدة الأولى بتقول لكل اسم ينتهي بحرف صوتي نضيف ان. كل اسم من فئة إد بنشوفه منتهي بحرف صوتي الجمع تبعه بيكون عن طريق إضافة إن. خلونا نشوف بعض الأمثلة. إت يركة يركن، مهنة مهن. لاحظ إنه يركن انتهت بحرف صوتي وبالتالي الجمع تبعه بيكون بإضافة فقط حرف الإن. إت كونتو حساب، كونتون حسابات. إت كفيتو وصل، كفيتون أوصلي أوصلات. هيرتا قلب، هيرتن قلوب. ات ابل تفاحة، ابلن تفاح. اذا لاحظ معي كل الاحرف، كل هذول الكلمات من فئة الات منتهي بحرف صوتي وبالتالي الجمع تبعهم بيكون باضافة حرف الان فقط لا غير عليهم. مفرد جمع. تمام. القاعدة اللي بعدها بتقول كل اسم ينتهي بحرف ساكن هو نفسه بالمفرد وهو نفسه بالجمع. كيف يعني؟ خلينا نشوف بعض الأمثلة. إت هوس بيت، هوس بيوت. إت روم روم، غرفة غرف. بارن بارن، بروبليم بروبليم. إت فونستر فونستر، إت بريس بريس. إذا نفس الكلمة بالمفرد نفس الكلمة بالجمع لأني انتهت بحرف ساكن، لو كانت منتهية بحرف صوتي كان أضفنا عليها حرف الإن. تمام. هلأ في عنا بعض القواعد الجمع العامة، هي ما أنا قواعد رسمية ولكن مثل ما بيقولوا معترف عليها بهالشكل هذا، يعني هي ما أنا قاعدة أساسية ولكن هي هيك. يعني هلأ مثلا عنا كلمة كل اسم ينتهي بآر إي أو إي آر هو نفسه بالمفرد هو نفسه بالجمع. كيف يعني؟ هون عندنا مجموعة من الأمثلة. إن لارري معلم، لارري معلمين. إن ليكري طبيب، ليكري أطباء. موسيكر موسيكر، تكنيكر تكنيكر. إن فاندراري إن فاندراري. إن سيرير سوري، سيرير سوريين. إذن هن نفس الكلمة بالمفرد وهي نفس الكلمة بالجمع وبغض النظر إذا كانت من أي فئة.